السلام عليكم، اهلا بيكم في قناتي سهير ستايل. النهارده هنعمل مع بعض منظم الاكسسوارز ده من الكرتون. انا حاولت اعمل فيه مكان لكل الاكسسوارز تقريبا، يعني النظارات، الحلق، الخواتم، تقريبا كل حاجه. فيا رب يعجبكم ويلا نبدا الفيديو. هنحتاج 4 قطع كرتون مقاس 37 × 9 سنتي، وهنلزق كل 2 في بعض بالغيره. ده علشان نعمل الجوانب بتاع المنظم بتاعنا. احنا بس هنحط الغيره على قطعه من الاثنين ونلزق التانية فوقها بالشكل ده. وبنفس الطريقة هنعمل الجوانب بتاعت المنظم بالطول اللي هي مقاس 90 × 9 سنتي، بس للأسف الجزء ده اتمسح مني. وهنحتاج كمان قطعتين كرتون مقاس 90 × 40 سنتي، واحدة للظهر وواحدة للوش. احنا دلوقتي هنستخدم واحدة بس منهم اللي هي بتاعت الظهر، وهنبتدي نلزق عليها الجوانب اللي احنا عملناها من شوية، والقطعة التانية هنخليها على جنب. احنا بس هناخد الجوانب نحط عليها الشمع ونلزقها على الظهر بتاع الدولاب بتاع الاكسسوارز بتاعنا. وده بقى الشكل بتاعه بعد ما لزقنا الجوانب. هنجيب 3 قطع كرتون مقاس 37 × 5 سنتي، هناخد واحدة منهم ونلزقها بالشكل ده عشان نعمل الرف الاول. الرف الثاني هنجيب 4 قطع كرتون مقاس 37 × 7 سنتي، نلزق برضو كل 2 في بعض بالغيره ونلزقهم بالشكل ده، وبعدين نحط فوقهم الواجهه بتاعه الدرج، وهنبقى عملنا 3 ادراج بنفس الطريقه دي. وهنجيب قطعتين كرتون مقاس 37 × 4 سنتي، نلزقهم في بعض بالغيره، وبعدين نلزقهم بالشمع في الدولاب بتاعنا من فوق. وبنفس الطريقة اللي لزقنا بيها الجوانب بتاعت ظهر الدولاب، هنلزق برضو الجوانب بتاعت الواجهة، بس يكون عرضها 4 سنتي بس. بعد كده هنجيب سلك زي ده، طبعا ده متوفر في كل مكان عادي، وممكن تجيبي على فكرة اي حاجة مخرمة بالشكل ده، يعني هتوفي بالغرض يعني عادي. وهنلزق حواليها قطع كرتون بالشكل ده، هتبقى عاملة زي الشباك كده شوية. وبعدين هنلزقها، هنسيب جزء كده فاضي في الواجهه بتاعت الدولاب، وبعدين نلزقها تحت شويه. دي طبعا للحلقان. هنجيب ورق ملون بالشكل ده، هو ورق لاصق بيلزق عادي، وهتزين القطعه بتاعتك بالشكل اللي انت تحبيه. انا حابه هعمل درج الوقت بتاع الخواتم، فانا مش عايزاه يبقى كله. لو انت عايزه عندك خواتم كتير وحابه تعملي الدرج كله الخواتم زي ما تحب، فانا بس قررت اقسمه علشان انا مش حابه اعمل جزء كبير للخواتم. طبعا هنجيب بس قطع اسفنج صغيره كده، ولو مش عندك هاتي مناديل بس ولفيها رول كده حوالين بعض، وبعدين نلزقها في قطعة قماش بالشكل ده، ونفضل نحطهم جنب بعض بس عشان نكون مكان يعني نحط فيه الخواتم بالشكل ده. بعد كده هنجيب مسابير زي دي، دي رخيصة جدا وبتيجي من عند بتوع الحدايد والبيات، هتقلك كده شوية حلوين ب2 جنيه يعني ولا حاجة. وهنبتدي نلفهم، هنحطهم في الجزء اللي احنا كنا لزقناه من شويه اللي هو بعرض 4 سنتي ده، علشان نحط فيه المسامير دي. طبعا دي هتكون للسلاسل، ممكن تحط فيها الاحزمه برضو لو تحبي، هتحط العدد اللي انت تحبيه. وبرضو هنجيب الواجهه بتاعت الدولاب بتاعنا وهنحط فيها مسامير من تحت. هنجيب شريط ستان او ممكن استك على فكره، وهنلزقه في واجهه الدولاب من فوق، دي هتكون للنظارات. ومن تحت برضو هنلزق شريط ستان بالشكل ده عشان يكون للتوك. هنحتاج 2 مفصلات بالشكل ده، وهنحتاج كمان ترباس ومسامير. هنحط المفصلات في الجنب ونربطها بالمسامير، طريقتها سهلة جدا يعني، احنا بس عشان هنثبتها بس بالمفك بالشكل ده، وكمان الترباس هنعمله بنفس الطريقة. علشان تعلقيهم هتحتاجي تعلقيهم يا اما علقه بالشكل ده عادي او بالشكل ده، الشكل اللي انت عايزاه يعني، ما فيهاش اي مشكله. وده هيبقى الشكل النهائي، انت زينها بالشكل اللي تحبيه. لو حابه تحطي عليها مرايه هيكون شكلها اجمل كمان، لكن المكان اللي انا هحطها فيه مش محتاجه فيه مرايه خالص. فهو ده الشكل النهائي، يا رب يعجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، سبسكرايب للقناه، واشوفكم الفيديو الجاي. باي.